السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصحة رمضانكم. اليوم سأقدم لكم مملحات لميلفاي، ميلفاي صالي أو الألف ورقة مالحين. نحتاج في هذه الكيفية إلى 1 كيلوغرام من لاباط فايتي، كنا حضرناها سابقا، ستظهر بطاقة الوصفة معكم على الشاشة. أحتاج إلى 150 غرام، حوالي 150 غرام لحم مفروم، كنت قليته مع قليل من البصل مفروم، ثوم مفروم، ملح، فلفل أسود. أحتاج إلى جبن مفروم، كما أحتاج إلى كريمة الجبن. كريمة الجبن نحتاج إلى المقادير الآتية: نحتاج إلى نصف لتر من الحليب، بيضتين، 50 غرام مايزينا، 100 غرام جبن للطلي، ملح، فلفل أسود، وجوزة الطيب مواد مسكات. أبدأ في تحضير الكريمة. أضع الحليب في كاسرول، أضيف له القليل من الملح، قليل من الفلفل الأسود، قليل من نواة مسكر أو جوز الطيب، وأضعه على النار يدفع. أخفق البيض مع الميزينة، خلطنا الميزينة مع البيض. الآن أضيف القليل من الحليب الدافئ، إلى الخليط، ثم أعيد الكل على النار. وأخلط حتى أتحصل على كريمة، على خليط سميك. واصل التحريك. بعد ما أصبحت الكريمة بهذا الشكل وتحصلنا على هذا القوام، الآن أضيف الجبن، أقطعه إلى قطع صغيرة وأضيفه إلى الخليط وأخلط حتى يذوب في سخونة الكريمة. هكذا تصبح لنا كريمة الجبن جاهزة. نقسم لاباط فايتة إلى 3 قطع متساوية باش نعملو 3 طبقات. نكون في هاد الأثناء نسخنو الفرن على درجة 200 درجة مئوية قبل أن نبدأ في بسط العجينة. أبسط العجينة الأولى، دائما أستعين بالدقيق حتى لا تلتصق العجينة. بسطنا العجينة على هذا الشكل، أنا أضعها في صينية. وبواسطة بيك بات وحاول تثقيبها هكذا. نفس العملية أواصلها مع العجينتين الثانية والثالثة. بعد ما طيبنا 3 طبقات تاع الفايتي، الآن أقوم بتركيب الملفاي. أضع طبقة أولى، ثم أضع فوقها كريمة الجبن، أضع طبقة من كريمة الجبن،
الآن أرش بقليل من اللحم المفروم. وأواصل بنفس الشيء مع الطبقة الثانية ثم الثالثة. وكطبقة أخيرة لتزيين الملفاي أقوم بتحضير هذه الكريمة، كريمة الجبن دائما لكن بطريقة أخرى. أحتاج إلى 6 مكعبات من جبن كيري، أحتاج إلى 160 ملليلتر كريمة سائلة، وإلى رشة ملح. أقوم بخفق الجبن أولا مع رشة الملح ثم أضيف الكريمة السائلة. أخفق الجبن مع رشة الملح. على قوام كريمي. هي كريمة الجبن اللي حصلنا عليها. الآن أقوم بطليها كطبقة أخيرة. هكذا عملنا طبقة الجبن. الآن أرش باللحم المفروم. تزيين أخير. أضيف الجبن المفروم. أتركه بعد الوقت ثم أقوم بتقطيعه إلى قطع. نتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها وتستمتعوا بالمذاق تاعها. وإلى فيديو قادم مع وصفة أخرى إن شاء الله.